الناس الشعبيه قالوا رانا مغبونين هاد غقلات المياه قولوها للمسؤولين. ناس الشعبيه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتنا واخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج احمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساش خاوتنا اللي راهم في الغربه، نحيوكم كاع ونرحبوا بكم في حصتكم حصت ناس الشعبيه. ايوا خاوتنا مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من حصتكم ناس الشعبيه. نذكركم خاوتنا الناس اللي تواصلت معنا رايحين نزوركم، ما تتخلقوش الله غالب، فريق واحد راه يدور مع الحاج احمد ورانا ندور على الولايات، ما تتقلقوش، المهم تاكدوا باللي نوصلكم ونسجلوا معكم باذن الله تعالى. كذلك خاوتنا اللي اول مره يشوفوا الحصه رحبوا بهم ونقولوا لهم اي مشكله عندكم في الدوار في البلديه في الحي، مشكله جماعيه ماشي مشكله تعسيبتك تعيط لي عليها، عيطونا على الارقام الهاتفيه الرقم الهاتفي اللي راه يدور، كذلك صفحه الباكسبوك تاع الحاج احمد تاع الناس الشعبيه، كذلك اليوتيوب الحاج احمد والكيت كوت. مرحبا بكم. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها خاوتنا وإخواتنا نبدأ بها هذا العدد هي أننا نقدم التعازي القلبية الخالصة للشعب المغربي الشقيق وكذلك الشعب الليبي الشقيق إثر الكارثة اللي ضربتهم على كل حال، سواء الفيضان أو الزلزال على كل حال في المغرب. نتقدموا بتعازينا القلبية الخالصة، طاقم الناس الشعبية يتقدم بالتعازي القلبية الخالصة لكافة الشعب المغربي والشعب الليبي الشقيق. الله يرحم اللي توفوا، الله يتقبلهم شهادة إن شاء الله بإذن الله، كان الله في عونكم. مروك خاوتنا وإخواتنا رايحين نهضروا على البيان تاع وزارة الخارجية نتاعنا، البيان اللي راكم تشوفوا فيه على كل حال اللي كامل العالم مستغرب له، كامل العالم استغرب له، سواء سياسيين سواء فنانين سواء إعلاميين سواء كاع الناس استغربت من الموقف نتاع نظام المخزن. الجزائر على كل حال، الجزائر شعبا ودولة ورئيس وحكومة، الموقف تاعها الإنساني ما يتبدلش. الجزائر دائما تصيبها السباقة، السباقة لتقديم يد المساعدة في أي كارثة أثرت، ولكن للأسف كانت النية تاعنا كجزائريين شعبا ودولة ورئيسا وحكومة أننا نعاون الشعب المغربي الشقيق، ولكن للأسف تلاعبات المخزن على كل حال والسياسة الخبيثة تاعهم حالت بيننا وبين إخواننا المغاربة الأشقاء على كل حال. ناس في مصيبة ونظام المخزن اللي بين قوسين اللي الاتباع نتاوعو ما تساهمش في الضرر تاع الزلزال، ما جاعوا ما عطشوا ما تهدمت البنايه تاعهم والو، شكون اللي خلصها؟ هو الشعب المغربي. انا بغيت نوجه رساله للنظام المخزني، انت على كل حال من حقكم ترفضوا اي حاجه خاصه ببلادكم من حقكم، ولكن اذا رفضت حاجه معناتها راك كافي هذا الشعب، معناتها الشعب المغربي راك كافيه. احنا دروك نبينو لكم خاوتنا واحد الفيديوهات، وعلى بالنا بلي راكم تشوفوا كاين الاف الفيديوهات رايحين نبينو لبعض منهم، ولكن نتاسفوا على لاكاليتي تاعهم لانهم ديناهم ملكيت كوت. على كل حال شوفوا الحاله نتاع خاوتنا المغاربه. العسكر والله ما عرفت شكون هو اللي جا كيهبش تاعي وزاد قعدت لما فينا يا ربي الطفل اللي تخلي الصحه وعباد الله ما كاينين، انت دفنوهم ريحته معطات راعيب رعيب والله لعيب وحشومة، احنا مسلمين ماشي يهود، كنقضوا بعضياتهم كنقضوا شعر كنقضوا بعضياتهم في الليل فما قطعوا لهم الضو، راه حشومة وعيب وعار، نادم غيخنزنا راه كرم الميت دفنا رعيب، راه حنا دولة مسلمين ماشي حنا يهود. عباد الله وعباد الله عال عار سيدي ربي العرس ديربي تفنوا لنا الاولاد يتنا العرس ديربي. احنا ما عرفناش السبب الرئيسي علاش قطعوه، المهم هذا كيعتبر استفزاز للناس ديال الساكنه
رغم الالام رغم المعاناه ديالهم كيزيد هذا التطاول ديال هذا المكتب الوطني للكهرباء على هاد الناس هادو وكيزيد فيهم وكيزيد هاد الاستفزازات ديالهم بشكل متواصل انه تجي تقطع عليه التيار الكهربائي للساكنه وتخليهم في الظلام. هذا الشيء غير مقبول غير مقبول بشكل نهائي. كنشوفوا حنا ندوزوا لا ايام وعندنا لا دوله ما لا زولا والو. خويا بعينك يلاه شوف الوليدات 80 ساعه باينين في الشقه لا برد لا من غطيهم لا من جا سول علينا لا من قال لك هكذا خبزه كيبرخوا على دوار العرب وعلى تلات وكيديروا العسكر وحنا قاعدين 8 ايام هذا ما كيتلعبش حنا. راه انت راه عاره انت راه حشومه راه الناس كتموت راه سيدي الله خرج راه فقد العائله ديالو كامله. انتم كتشوفوا الحاله ديالو كي دايره انتم كتشوفوا الراس ديالو كي داير. الله يجازيكم بخير. هاد السيد ما خصوش يبقى مري على حجره السيد ما خصوش يبقى مري على صخره عباد الله. لكن خاصنا سيارات الاسعاف خاصنا الانقاذ خاصنا التدخل السريع خاصنا كل شيء وصل. الله يجازيكم بخير. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا خوتنا كانت هذه على كل حال هذا غيظ من فيض هذا غيظ من فيض. قلنا كاين الاف الفيديوهات اللي كشفوا الحاله الحقيقيه نتاع الزواوله نتاع الشعب المغربي نتاع الصح. لانه كي نقولوا للشعب المغربي الشقيق الشعب المغربي ما هوش غير كازا وطنجة ومراكش. الشعب المغربي هذا هو اللي راه في الريف اللي راه فيه الجبال هذا الزواوله هذو حتى البيطون السيمة ما خلاهمش يبنوا بالسيمة. علاه؟ باه يبقاو الديار تاعهم تاع طوب تاع طوب باش يجوا السياح يصوروا فماك. هذه هي سياسة المخزن اللي رفض المساعدات. نروحوا كذلك خاوتنا نشوفوا المساعدات بعض المساعدات اللي قدمها المخزن للشعب تاعو. لا الله يرحم الوالدين. شوفوا هاد الناس هاد الجمعيه ديال كبر لا مسا الشعب هاد الناس شوفوا هكا شوفوا واش هادشي كيتعطى للموالين الزلزال هادو راه بغا يقتلوهم قبل ما يخدموا الله. شوف واش هادشي واش هادي هي المقاومه ديال الزلزال هذا انتقام هذا كذلك خاوتنا نزيدكم حاجة واحدة أخرى. تصريح تاع طبيبة مغربية شاركت على كل حال في خلال هذا الأزمة شاركت وراحت للدواوير اللي في المغرب. تبعوا معنا واش تقول. من طبيبة اشتغلت في المناطق اللي صابها الزلزال طبيبة كتعرف مزيان هاد الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. هاد الناس من أطيب خلق الله ومن أفقر الناس في العالم. هاد الناس ملي التحقت بالخدمة ديالي صدمت. كان كيحسب لي راسي غير أنا ماشي في المغرب أنا في القرون الوسطى. هاد الناس ما عندهم والو. ملي كانوا كيجيو عندي كانت 80% حتى 90% ديال لو موتيف دو لا كونسلطاسيون هي السخفه بسوء التغذيه وغالبيه الاطفال والعيالات الحاملين كان عندهم فقر الدم. هاد الناس الغالبيه ديالهم كياكلوا غير الخبز والزيت. هاد الناس ما عندهم حتى ما يلبسوا في رجليهم ما عندهمش الحوايج. ايوا خاوتنا بعد اظهار الحقيقه نتاع الوضعيه تاع خاوتنا المغاربه جراء هذا الزلزال وكم شفتوا الطبيبه واش قالت. قالت حتى الناس اللي فوت لهم عندهم فقر الدم ما ياكلوش مليح ياكلوا غير الكسره والزيت غير الكسره والزيت. هذه قبل الزلزال هذه قبل الزلزال. معناتها خاوتنا المغاربه الأشقاء الوضعية نتاعهم كما قال واحد المغربي قال لك هما أصلا قبل ما تقتلهم بالزلزلة قبل ما يموتوا في الزلزلة كانوا موتى فوق الأرض كانوا موتى فوق الأرض. إذا النظام المخزني اللي رفضت المساعدات زعما بتحرج الجزائر ولا كيفاش؟ هذا الرفض تاعك باش تحرجنا؟ احنا ما نحرجوش احنا العالم كامل شاهد على الموقف تاع الجزائريين ولكن انت اللي رفضت المساعدات. يا هل ترى ماشي حرام عليكم هذا الشعب تديروا له هاك؟
ماشي حرام عليكم هذا الشعب تديروا له هاك، رانا نهضروا على الشعب المغربي لانه حصتنا الشعبيه تاع تاع الامه العربيه كاع، اي واحد يحتاج لنا الشعبيه رانا ندافعوا عليه، الشعب المغربي كذلك ندافعوا عليه، شعبنا شعبنا نعم شعبنا وخاوتنا وشعب اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله خاوه في الدين وفي اللغه وفي الدم وفي كلش وما نسمحوش فيه باذن الله، برغم كيد الكائدين، برغم تعنتر النظام المخزني، النظام المخزني للاتباع تاعو اللي كلاو الملايير المليار من درام هذا الشعب اللي راهي قاسي. اذا خاوتنا واخواتنا اش بغينا نقولوا النظام المخزني عمرك ما تعكس الجزائر. اذا ما قدرتش تقوم هذا الشعب، اذا ما قدرتش عالميا اي دوله مهما كانت القوه تاعها ترى فيها كارثه تحتاج مساعده. نعطيك مثال بسيط الزلزال الاخير اللي في تركيا، كيف انتم النظام المخزني بيجوا كيما تركيا في القوه الاقتصاديه والسياسيه وكاول هما كمش كيما هما، ولكن رغم هذا الترك فتحت الابواب تاعها وفتحت الابواب تاعها للمساعدات، وانتم اليوم تقولوا ما نحتاجوش المساعدات. بون ماشي غير الجزائر اللي رفضتوها، على كل حال ما عليناش على الدول الاخرى، احنا نهضروا على المساعدات تاعنا، احنا المساعدات تاعنا هذاك واجب تجاه خاوتنا. عندكم خلاف سياسي ما عندناش علاقة دبلوماسية معاكم، يبقى الخلاف السياسي ونبقى ومبلعين عليكم، ولكن خاوتنا الشعب المغربي خاوتنا ويغيظنا الحال عليهم وندافعوا عليهم. اذا النظام المخزني دير في بالك حاجة، بيك بالصفحات تاعك اللي راهم ينتقدوا في الجزائر، دير في بالك حاجة، انا عمري في حياتي ما شت نظام مجرم كيما انتوما. قهرتوا هذا الشعب، كليتوا له حقه، كليتوا له دراهمه، دخلتوهم للحبس، ما خليتوهمش يبنوا، خليتوهم جيعانين، خليتوهم عريانين، والله ما كان نظام مجرم كيما انت. ولذلك نطالب جمعيات حقوق الانسان على المستوى العالمي للتدخل وحماية الشعب المغربي من نظامه المجرم. هذا هو النداء تاعي ورأيي الشخصي، وما زلت نوجه هذا النداء لكافة المنظمات حقوق الإنسان عبر العالم، كذلك نوجه ندائي للأمم المتحدة باه تحمي هذا الشعب. راكم شايفين الحالة تاعو، شفتوا الوفد تاع الطليان اللي جاي يقدم المساعدة في ماك، واش كتبوا للحكومة تاعهم والصحافة الإيطالية راهي هدرت عليه على الوضعية الكارثة تاع المغاربة. على كل حال شفتوا، ولذلك الشعب المغربي الشقيق يحتاج لحماية، والنظام المخزني ما نطولش معاك، واش نقول لك، الأيام دوالي يا النظام المجرم. خاوتنا واخواتنا اسمحوا لي على كل حال نرجع قضية واحد القضية على كل حال في المغرب اللي دارها النظام المخزني، انه خاوتنا المغاربة ما خلوهمش يدفنوا الأموات تاعهم، والفيديوهات شاهدة، والجثث هذه تعفنت على كل حال وبدات الريحة تخرج منها. إذا واش من إنسانية بقت عندكم المخزن؟ شو السبب؟ السبب خاوتنا واضح باين، أن النظام المخزني ماهوش باغي تجمعات تاع الشعب، يقول لك يتجمعوا لي في المقبرة، الشعب يتجمع تنظم مظاهرة، هذا هو السبب الرئيسي. ما كان عندهم حتى سبة وحدة أخرى، إلا يديروا الإحصاء راه باين، خلوا الناس تدفن الأموات تاعها، إكرام الميت يدفنوه، يا المخزنية، يا الملك محمد السادس، إكرام الميت يدفنوه، اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله في نفوسكم. كذلك يا خوتنا ما زلنا في الشأن الخارجي، نزيدوا نجدوا التعازي تاعنا الإخوة الشعب الليبي على كل حال. رئيسا وشعبا وحكومة على كل حال، ربي يكون معكم ان شاء الله، وخاوتكم الجزائريين، خاوتنا الليبيين، خاوتكم الجزائريين راهم في كتافكم، راهم في كتافكم حتى تفوت هذه الازمة ان شاء الله باذن الله. بغيت نعطي درس للنظام المخزني من المسائل تاع ليبيا. شوف المسائل تاع ليبيا، يعيطوا في التليفون، يتصلوا بالوزارة، يتصلوا طالبين المساعدات، حتى ولو ما طلبتوهاش حنا نجوكم، خاوتنا الليبيين. راكم تشوفوا الناس اللي تخمم على الشعب تاعها، ها هم الليبيين، ها هم المسائل الليبيين، وجهوا النداءات والاستقبال تاعهم كيفاه والهضره تاعهم
ما شاء الله عليكم، ربي يوفقكم ان شاء الله، وربي يرفد هذا المحنه ان شاء الله، ونجدوا التعازي تاعنا للشعب الليبي قاطبا، كاع الشعب الليبي نجدوا له التعازي تاعنا، وازمه وتفوت ان شاء الله، وربي ربي ان شاء الله باذن الله يتقبلهم شهداء. ايوا خاوتنا، ضروك نرجعوا لامورنا الداخليه والشأن الداخلي، وواحد اخر براني ما يدخلش روحه. نبداو بالتغييرات اللي دارها مؤخرا خلال الاسبوع اللي فات السيد رئيس الجمهوريه. نبداو بالتغييرات اللي دارها على مستوى الولايات، هذا التغييرات اللي انتظرها المواطن، خاصه انهاء مهام بعض الولايات اللي الدوله راهي عارفه الاسباب علاه، وبين الناس ما استجبتش للانشغالات المواطنين، ما استجبتش كذلك لتوجيهات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولذلك انهيت مهامهم. بالنسبة للولاة على كل حال جداد نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله، ونقول لهم كي نعرضوا عليكم انشغالات ماذا بينا تستجبوا لها. بالنسبة احنا على كل حال راح نهضروا على بعض المناطق اللي زرناها وما لقيناش فيها تجاوب من طرف الولاة، من بينها تقرت، من بينها ولاية تقرت. على كل حال والي ولاية تقرت انهيت مهامه، وإحنا ورينا له وفطناه وقلنا له هاش عندك في تقرت، ولكن لا حياة لمن تنادي. كذلك ولاية تشلف زوج حلقات وزوج دواوير وأحياء ومشاكل وريناها له، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولذلك السيد والي ولاية شلف الجديد والسيد والي ولاية تقرت الجديد بإذن الله تعالى نخلوكم تصطالوا، ونعود نذكروكم بالمشاكل اللي راهي في الولايات عندكم. كذلك الولاة الجدد اللي اصطالوا، على كل حال نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، وديروا في حسابكم حاجة باللي حصة الناس الشعبية منبر إعلامي اللي يعاونكم ويذكركم بالأمور اللي ربما ما قالوها لكمش، ولذلك ان شاء الله نكونوا يد عون لكم ان شاء الله، وتستاجبوا لانشغالات المواطنين اللي رايحين نوروهم ان شاء الله على كل حال خلال الدوره تاعنا على الولايات. كذلك كاين تغيير داروا مؤخرا السيد رئيس الجمهوريه على راس مؤسسه الجمارك، وين انهى مهام المدير السابق وعين مكانه السيد عبد الحفيظ بخوش، عبد الحفيظ بخوش على كل حال. أبناء القطاع ينتظرون منك الكثير إن شاء الله بإذن الله. نتمنى الحاجة الأولى نهنئوك على هذا التعيين وهذا الثقة تاع السيد رئيس الجمهورية. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونقول لك من هذا المنبر احنا كل هذه المؤسسة ما بغيناش نهضروا عليها احتراما للمؤسسة واحتراما للدولة، ولكن جاء الوقت بها نقول لك السيد السيد بخوش على كل حال راك رايح تورث على وضع لا يسر. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الحاجه الميساج اللي نقوله لك السيد بخوش انه كاين شرفاء في هذا القطاع، سواء اعوان سواء اطارات، اللي عانوا التهميش عانوا الحقره، رايح يكونوا لك سند وعون إن شاء الله بإذن الله للارتقاء بالاقتصاد الوطني وحماية الاقتصاد الوطني. نتمنى لك التوفيق السيد المدير العام الجديد إن شاء الله بإذن الله، وكافة المخلصين سيلتفون حول برنامجكم إن شاء الله بإذن الله. بالتوفيق. ايوا خاوتنا، نبداو الحصه تاعنا مباشره على كل حال، ونبداو بفقره واش اخباركم. اهلا بكم في واش اخباركم. عبر عديد المنكوبين من إخواننا المغاربة عن تذمرهم واستيائهم من ضعف أداء حكومة المخزن، خاصة بعدما رفضت سلطة المخزن التسريح للمنكوبين بدفن موتاهم،
حسب عدة فيديوهات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. والناس خارجين والناس اخرين كيموتوا من غطش الجوع، جاو صوروا فينا، حنا ما بغينا نصور، بغينا نوخيه ويدوزوا لنا غير الطريق فين يدوزوا المحسنين يعطيونا اللي كتب الله، غير الطريق ما يعطيوناش يجيبوا يدوزوا لنا الطريق، عطى الله المحسنين يجيونا من كل جهه ويدوزوا لنا غير الطريق الله يرحم الوالدين، راه الموت هادي، الناس خلازو اللي عايشين كيموتوا من الجوع والعطش وحنا كنموتوا وقالوا لك تسناو حتى تساليو ندوزو نصوروكم عاد ندوزو لكم الطريق عاد نعطيوكم الماء اللي تشربوا وحنا كنموتوا اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر وتيحبسوها ما يصيفطوهاش لينا للدوار وحنا ثلاث ايام هادي حتى حد ما شفناه ثلاث ايام هادي حتى حد ما شفناه سمعتوا البارح مع البارح مع 11 فاش ضرب الزلزال وانا دابا بقاو حتى اليوم انا البارح فاش كنهزوا فيهم راه عاطي الريحه دابا قال لك السلطه قالت لك لا تسناو ترحصيوهم وراه كاين سبب الوفاه بهذا الابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى ديال هذا الزلزال هذا اوكي علاش ما ندفنوهمش حنا نخليهم تيتفرقعوا فين هاد السلطه هذه البارح كيعيطوا على رجال الدرك حنا غنجيو حنا غنجيو على خير ما جاوش فهمتيني فين هو هاد اللوجيستيك ديال هاد البلاد فين هما هاد السبيطارات الميدانيه فين هما الناس اللي ماتوا بقاو هنا تماتوا فين هما هاد الناس اللي كيعاونوا هاد الناس ماتوا بالجوع هنا ما لقاو ما ياكلوا فين هو هاد الطيارات اللي غيجيبوا لنا حنا هاد المعاونات وعارفين التضاريس ديال هاد المنطقه كيفاش دايره واش رموك غيجي رغم الموقف الإنساني المشرف الذي تبنته الجزائر دولة وشعبا وحكومة تجاه الشعب المغربي في محنته إلا أن بعض صفحات المخزن وأبواقه المأجورة لا زالت تتهجم على الجزائر محاولة بذلك تغطية على فشل المخزن في التكفل الحقيقي بالشعب المغربي الذي تيقن بأن الذين لم يتكفلوا بهم والذين لم يوصلوا لهم المساعدات والذين منعوهم من دفن موتاهم والذين لم يوفروا لهم الطعام ولا الشراب ولا الدواء هم المخزن وليست الجزائر نهاية واش اخباركم الى اللقاء رانا ولينا لكم خاوتنا واخواتاتنا باه نكملوا مع بعض رحلة ناس الشعبية الى مختلف مناطق الوطن وهذا المرة رايحين نزوروا منطقة في الشرق الجزائري هذا المنطقة على كل حال عيطونا الإخوة من هذه الأحياء ومن هذه الولاية اللي رايحين نزورها هي ولاية الكرم ولاية الجود ولاية الأنفة ولاية تاريخية إذن خاوتنا وإخواتاتنا مرحبا بكم في ولاية أم البواقي خاوتنا واخواتنا من الاستوديو نهبطوا للميدان ونوصلوا لواحد الحي في الشرق الجزائري هذا الحي تقريبا معظم البيوت فيه معروضة للبيع رايحين نعرفوا الظروف تاع سكان هذا الحي وبعض العائلات الحاجة الاولى نعرفكم بالبلاصة اللي رانا فيها خويا احكينا على الحي وسمينا الحي هذا اللي رانا فيه بو السلام عليكم الحي هذا حي الملحة عين فكرون ولات من البواقي انا يا البلاصه هذه ولد عمي قبالو كله زواوله ايه وكلهم زواوله ايوه يشوفوا وكل ايه باطوا مع بعضهم بصح تما ما داروا لناش حل منين بدات الحجره هنا لا الاولى واحد ما بلا لا حجره انا الاولى هنا ايه بصح دركو انا هاي السكنه تاع الوراثه ايه. بغاو يبيعوا وانا عندي الطفله ايه عندي الطفله معايا كيبيعوا ويديروا نبقى برا نبقى برا ما داروا لي حتى رد وراكي دايره الدوسي تاع السكنه الحاج قالوا لنا عنده سنوات قداش من سنه شحال من سنه عنده الحاج واه قداش راسه من 95 من 95 ملف تاع سكن من 95
هنا نطلبوا توضيح من السلطات في ولايه ام البواقي. شوف العزوز الدوسي تاعها في 95 وانا الدوسي تاعي في 2008 وعندي خويا واحد في 2013 وواحد في 2015 ودوسي تاع طفله في 5 دواسه واحد ماده منا. انا بغيت يمدوا العزوز والطفله في الدار. نطلب من الدوله ورئيس دائره ومعالي الوالي يعاونها. انا راح نصف دائره رئيس دائره هذا ووعدني قلنا قال لي انتم الدوسه تاعكم ثلاثه وقلنا له اعطي العزوز والطفله ووعدنا وكان الشهود ماشي الشهود وما زهاش ورحت عنده وقلت له هز قال لي ظروف ما تسمحش باش كنزل العزوز وقدروا وما حبش يستقبل نهائيا. كنروح انا يقولوا بوهالي رشيد هذاك ما استقبلوش نهائيا. الحاجه شو تقولي للوالي؟ شو تقولي للوالي؟ الوالي انا من عندي الوالي انا ما شفتوش خلاص انا ما رحت ما رحتش خلاص. شو تقولي له؟ هو راه يشوف في نظرك. شو تقولي له؟ بغيت يعطيو لي سكنه الله غالب نشوف زوالي واني انطلعت مغربيه يبيعوا لي ديار ونبقى نطيش برا. انا الله غالب انا 100% واني انا لهنا انا حجره الاولى انا بصح بقيت ما ديت والو تعذبت خرجت بلاش ما كان والو. السيد الوالي المحترم على كل حال هذا نداء الحاجه ونداء اخونا ونداء الزواوله هنا في هذا الحي. هذه راهي مهمتنا ديرها مهمتك يا هل ترى تقبل انه هذا الام تطايش برا؟ اذا النداء موجه لك السيد الوالي. خاوتنا واخواتنا في نفس الحي وقفنا على معاناة تاع واحد العائلة لهنايا. العائلة هذه عندها سنوات وهي تعاني. رايحين نخلوكم تشوفوا المعاناة تاعها على لسان السيدة اللي رايحة تعرفكم بنفسها. بكوش ريما من عين فكرون ولاية أم البواقي. أنا نطالب بسكن لشاف الدائرة والوالي. يعينوني بسكن. كيفاش احكي لنا الوضعيه اللي عشت؟ عندما ما بغاوش يمدوا لي سكن، ما بغاوش يستقبلوني، كل نهار وانا عند شاف الدائره، الوالي ما بغاوش يخليوني ندخل عندهم. انا عندي مده 13 سنه وانا في ازمه، انا وولدي هاك تشوف ضحايا، خويا مريض، هاك تشوف الوالده والوالد، وين حنديهم انا؟ وين حنديهم بعد؟ اختي شحال عندك من سنه وانت هكذا؟ هكا وانا من 11 سنه وانا في ازمه. وشحال عندك وانت دافع الملف تاعك؟ عندي 13 سنه الملف تاعي. اخرين استفادوا وانا ما استفدتش، علاه واش شاف عندي باللي باش ما استفدتش، واش شاف عندي بعد؟ واش تقولي للسيد ولي الولايه؟ انا نطالب نقول له اعطي لي سكن ونطالب الوزير والوزير السكنات والرئيس تبول يعطي لي سكنه، راني في ازمه، هاك تشوف الوضعيه تاعي يا سيد الرئيس، ما بغاوش يستقبلوني. راني في ازمه سيد الرئيس، راني في ازمه، فكني الله يسجيك. لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه شو تقول لنا على البنيه هذه؟ انا نعطيكم دعوه تاع الخير وتربحوا وتسلكوا على خير. قوموا بالطفله هذه برك وانا خليوني شتا انا درك عقبه الحياه نتاعي خليوني نكملها شتا مش راح ندير. مازالت البركه الحاجة. خلي برك انا شبعت روحي، اعطيوا لهذه برك نتهنى منها برك، وهي ولدها تسمى تحكم القربيه نتاعها تختيني انا لاش قربيها خليني نرقد برك موالفه بلا ميزير الله غالب واش راح ندير. انا حاشاك والله نخرج برا حتى ندير هكا ونعيش. والله توكل ربي العالمين ندير هكا ونعيش. او العباد اللي يشربوا لي الدقيق، العباد اللي يصدقوا عليا، العباد اللي كون ماشي يختيوني كثر خيرهم. والله كثر خير الناس. انا نطالب بسكن ونطالب من المحسنين يعاونوني في سكن. نشري كاش ما نشري سكن على راسي برك، ما بغيتش نطلاطم. اني في ازمه سيد الرئيس، كل ما نروح نشكي لشاف الدايره ما بغاش يستقبلني. حول ولا قوه الا بالله. وليدي معانا وليدها نشوفوا واش يقولنا على هذه الحاله اللي راه عايشها. احنا عايشين في الزواوله وكيف راه نقولك احنا نطلبوا مور مالو. احنا في ازمه. راك تقرا ولا ماكش تقرا وليدي؟ نقرا. تقرا؟ نقرا. وكيفاش راك كيفاش راك داير حياتك؟ كيف راك عايش في هذه الوضعيه؟ والله احنا نعيشوا ها. احنا عايشين ها. عايشين ها. نطلب الوزير السكن لازم يعطي لي سكنه على وجه ربي، هذا مكان هذا مكان. لازم يعطي لي مشتغى قدير برك نسكن فيه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وانت شو تقولنا؟ انا تعيش مع يمه بزيد. انا من نعيش مع يمه. عايش معاها؟ ايه. ربي يسد لك فيها بزيد. ربي يسد لك فيها. استفادوا
راه تمد هذه برك بزيد تمد هذه بزيد تمد هذه بزاف لا ان شاء الله قايم يمدوكم ان شاء الله ها خلاص ان شاء الله هذه برك عطي السكر الطفره برك ها ما نقول تحوس غير السكر برك الطفره برك الطفره برك احنا نبات مشى برا هذه هي ان شاء الله الحاج ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله قوتنا واخواتنا ومن خلال حصة الناس الشعبية النداءهم موجه للسلطات أولا السلطات المحلية اللي هنا مفروض عليكم واجبكم القانوني والأخلاقي أنكم تشوفوا هذه الأسرة وتشوفوا هذه العائلة كذلك النداء موجه للإخوة المحسنين في عين فكرون وإحنا نعرفوا الغيرة تاع ناس ورجالة عين فكرون كذلك أم البواقي عين مليلة كافة الشرق الجزائري وكافة الشعب الجزائري اللي ده موجه لكم باش تعاونوا هذا الأسرة اللي رايحين نخليكم رقم الهاتف تاعها من خلال حصة الناس الشعبية والأمل تاعنا فيكم كبير ونتلاقاو في الاستوديو